مرحبا بكم أعزائي الصغار، اليوم سوف نرى تصحيح التمارين بالنسبة لدرس تقدير ومقارنة كتل أثقل أخف لهما نفس الكتلة. نمر إلى التمرين الأول. التمرين الأول يقول: أرتب الأشياء من الأخف إلى الأثقل. أكتب 1 و2 و3 مبتدئا بالأثقل. إذن أول شيء سوف أتعرف على الصور التي لدي. هنا في الصورة الأولى هي تعبر عن صورة، لماذا؟ فهي عبارة عن صورة لكرسي، والصورة الثانية فهو لصاق، والصورة الثالثة والأخيرة كتاب. إذن الآن سوف نمر إلى التصحيح. السؤال يقول: أرتب الأشياء من الأخف إلى الأثقل. إذن من هو الشيء الأخف من بين هذه الصور؟ أجل، فاللصاق هو الأخف، ثم يليه الكتاب، وفي المرتبة الأخيرة الكرسي. إذن والشق الثاني من السؤال يقول: أكتب الرقم 1 و2 و3 مبتدئا بالأثقل، أي سوف أذهب إلى الشيء الأثقل وأضع تحته الرقم 1. إذن الأثقل في هذه الحالة هو الكرسي، سأضع 1 تحت الكرسي، ثم بعد الكرسي هناك الكتاب، وفي المرتبة الأخيرة اللصاق. إذن هذا هو تصحيح التمرين الأول. نمر الآن إلى التمرين الثاني. ألاحظوا وأكمل بما يناسب. أثقل من، أخف من، له نفس كتلة. إذن هنا في هذا التمرين لدينا 3 صور. في الصورة الأولى لدينا هناك ميزان، في الكفة الأولى توجد التفاحة، وفي الكفة الثانية العلبة. إذا رأينا جيدا سنلاحظ أن الكفة التي توجد فيها التفاحة هي التي في الأسفل. بما أنها جاءت في الأسفل فهذا يعني أن التفاحة أثقل من العلبة، لذلك نقول التفاحة أثقل من العلبة. نمر إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية لدينا في الكفة الأولى البرتقالة، وفي الكفة الثانية اليقطينة. عند الملاحظة جيدا نرى أن البرتقال هو الذي يوجد في الكفة العلوية، أي في الكفة التي توجد في الأعلى. هذا يعني أن وزن البرتقال أخف من اليقطينة. إذا نقول البرتقالة أخف من اليقطينة. نمر إلى الصورة الأخيرة، فهناك ميزان ولدي دب أزرق وبمقابله دب أصفر. وعند الملاحظة نرى أن كفتي الميزان توجدان على خط مستقيم، أي في نفس المستوى. إذا نقول أن الدب الأزرق له نفس كتلة الدب الأصفر. إذا هذا هو تصحيح التمرين الثاني. نمر إلى التمرين الثالث والأخير. التمرين الثالث يقول: أحيط الشكل الأثقل في كل حالة. هنا في المثال الأول لدينا محفظة ومقلمة. إذن من الأثقل في هذه الحالة؟ أجل، فالمحفظة هي الأثقل، نقول المحفظة أثقل من المقلمة. وفي المثال الثاني لدينا صورة لبقرة وبمقابلها يوجد أرنب. إذن من الأثقل في هذه الحالة؟ أجل، فالبقرة هي الأثقل، إذن سوف أحيط البقرة. إذن نقول البقرة أثقل من الأرنب. وهكذا قد نكون أنهينا إنجاز التمارين. إذن وشكرا على انتباهكم.